السلام عليكم، نشرة الأخبار عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار. والبداية بالعناوين: البنيان المرصوص تسيطر على عدد من المناطق المهمة من بينها جامعة سرت ومجمع وجادوغو ومستشفى ابن سينا بسرت. الطيران التابع لعملية الكرامة يقصف منطقتي الفتايح وحجاج الساحل بدرنة، والوضع داخل المستشفيات بالمدينة يزداد سوءا. ست دول غربية تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في محيط ميناء زويتين النفطي، وتدعو إلى تجنب تدمير البنية التحتية وعودة جميع المنشآت النفطية والغازية لسيطرة حكومة الوفاق. أهلا بكم. أكد المركز الإعلامي لعملية البنيان أن قوات البنيان المرصوص تمكنت من السيطرة على مجمع قاعات وجادوغو ومستشفى ابن سينا بمدينة سرت. جاء ذلك عقب تأكيدات عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أبو بكر مصطفى أن قوات العملية سيطرت بالكامل على جامعة سرت وما يعرف بعمارات العظم والشركة الصينية ومنطقة الجيزة العسكرية. المعقل الذي سيطر عليه قبل قليل، وهو المعقل الاستراتيجي الهام الذي كان أحد حصون عصابة داعش داخل مدينة سرت، وهو مجمع قاعات وجادوغو، حيث اقتحمته قواتنا عقب استهدافه بقوات او ب يعني بضربات المدفعيه الثقيله وسلاح الدبابات لقواتنا، وايضا دخول قوات المشاه داخل ارجاء المجمع. وأكد الناطق باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغصري في الإجازة الصحفية اليومي لعملية البنيان المرصوص أن سرية الهندسة العسكرية تعمل على تمشيط المناطق التي سيطرت عليها قوات البنيان يوم الأربعاء. سيطرت قواتنا اليوم على مجمع قاعات وجادوغو بعد معارك بطولية، كما سيطرت قواتنا اليوم على كل من مستشفى ابن سينا، وسط سرت، مبنى جامعة سرت والعمارات المشرفة عليه والمعروفة باسم عمارات العظم، الجيزة العسكرية بالكامل. وبذلك تكون قواتنا قد حققت أهدافها اليوم بنسبة 100%. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من مصراتة المتحدث العسكري لغرفة العمليات الخاصة العقيد ركن محمد بادي. سيد بادي، ما هي الأوضاع الآن في المواقع التي تم السيطرة عليها اللي هي تم تأمينها بالكامل؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة. وتحية لمشاهديكم الكرام. اليوم استطاعت قوات البنيان المرصوص من السيطرة على محيط الجامعة والمساكن الجيزة العسكرية ومحاصرة وجادوغو والدخول إليها، وأيضا تمشيط تطهير مستشفى ابن سينا. الآن الوضع هادي على الجبهة بصفة عامة، قواتنا تسيطر سيطرة تامة على المواقع المذكورة. لم يبقى في سرت إلا الحي رقم 1 و2 و3 بعمق من قوس النيران لقواتنا لا يزيد على 2 كيلومتر، وقواتنا إن شاء الله في القريب العاجل حتقوم بالسيطرة الكاملة على سرت وتطهيرها. طيب، هل سجلتم أي خروقات خاصة أو محاولات لاستعادة السيطرة من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة؟ لا أعتقد أن التنظيم الآن له القدرة على القيام بأي عمليات تعرضية، أقصد هجومية. ستكون أعماله كلها دفاعية، والآن لدينا مع الإعلام وضح لنا المعلومات الإعلامية أن العدو منذ أسبوعين فقد المبادئ والآن يتراجع فقط. العدو فقط يصر على القتال لآخر رمق، هو لا أمل له في انتهاء المبادئة، هو الآن فقط يتجه نحو النهاية، لا أمل له في تحقيق أي نصر تكتيكي، فما بالك بأي نصر آخر استراتيجي. طيب، متى تتوقعون حسم معركة سرت؟ والله أعتقد أن المعركة الآن تزداد صعوبة، خصوصا بتراجع العدو وتمترسه في الحي رقم 1 و2 و3، وهذه منطقة سكنية ومباني قوية سيتحصن بها، ستحميه كثيرا من نيران وحداتنا. ولكن في كل الأحوال نحن نعرف أن العدو استراتيجيا مهزوم، العدو فقد المبادئة، العدو ليس له خط إمداد، فالعدو الآن
يستهلك ما لديه من الذخيرة ومن المواد اللوجستيكية، وبالتالي سينتهي العدو. القضية قضية وقت، لا نستطيع أن نخمن، ولكن القضية قضية وقت، ونتمنى من الله أن لا يكون ذلك طويلا. المتحدث العسكري بغرفة العمليات الخاصة العقيد ركن محمد بادي، شكرا جزيلا لك. هذا وأكد مصطفى مقتل رئيس غرفة عمليات الطوارئ لسلاح الجو التابع لعملية البنيان العميد مختار فكرون ورفيقه عمر دوغا بعد سقوط طائرتهما في محيط مجمع قاعات واغادوغو. وأوضح مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم فقد الاتصال بطاقم الطائرة الحربية من نوع ميغ صباح الأربعاء أثناء تنفيذها غارة جوية على موقع تابع لما يعرف بتنظيم الدولة في سرت دون معرفة أسباب ذلك. وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق عمليات البنيان المرصوص لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت. رأى الخبير العسكري نور الصلابي في نشرة سابقة أن انتصارات عملية البنيان المرصوص يوم الأربعاء جاءت نتيجة معارك ضارية وقصف جوي ومدفعي وتطوير بعض الصواريخ، فضلا عن معاونة الطائرات الأمريكية التي حلقت فوق السماء في سرت وحققت إصابات دقيقة في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة، معتبرا أن حسم المعركة في سرت بات قريب. الحسم بات قريبا، تقدم قواتنا يعني الآن وباستخدامهم للأسلحة الثقيلة في بعض الأماكن والمساندة الجوية، سواء من سلاحنا الجوي أو من السلاح الجوي الأمريكي، كل هذه يعني أصابت التنظيم بخسائر فادحة وأخلت بقوته وأصبحت يعني قواته ضعيفة الآن فعلا. هذا وأعيد في سرت افتتاح المركزين الصحيين هراوة والحنيوة شرقي المدينة، كما استؤنف العمل فيهما بعد إغلاق كامل بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها المنطقة. وقال مصدر إعلامي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن جهاز الإمداد الطبي فرع الوسطى أرسل شحنات طبية إلى هذين المركزين احتوت على إسعافات أولية ومشغلات المرافق الصحية من مستلزمات طبية وتطعيمات للأطفال. سيرت جمعية تمظين للأعمال الخيرية في طرابلس بالتعاون مع مؤسسة إيثار للأعمال الخيرية بسرت قافلة إغاثية للأسر النازحة من مدينة سرت إلى بوغرين وبنجيم والوشكة. وقال رئيس مؤسسة إيثار للأعمال الخيرية عبد الحكيم مشري لقناة ليبيا لكل الأحرار، قال إن القافلة الإنسانية استهدفت أكثر من 320 أسرة نازحة، موضحا أنه تم توزيع 3 سلال غذائية لكل عائلة ضمت مواد غذائية وسلعا تموينية. وأضاف رئيس المؤسسة أنه تم توزيع إعانات مالية مقدمة من صندوق الزكاة بطرابلس على أكثر من 60 عائلة محتاجة نازحة من سرت. قامت مفوضية كشاف درنا بدفن 4 جثث مجهولة الهوية كانت بثلاجة مستشفى الهريش في المدينة ولم يجري التعرف عليها. وقال مصدر إعلامي من مدينة درنا إن الجثث تعود للاشتباكات التي اندلعت الأيام الماضية بين قوات عملية الكرامة ومجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها، منوها إلى أنه رغم التواصل مع جميع الأطراف إلا أن أحدا لم يتسلم الجثث حسب قوله. وأفاد المصدر نفسه بأنه جرى استيفاء كل الإجراءات القانونية من أجل إتمام عملية الدفن. هذا وأضاف المصدر نفسه أن طيران عملية الكرامة نفذ الثلاثاء غارة جوية استهدفت منطقتي الفتايح وحجاج الساحل. وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القصف قضى على أكثر من 40 رأس غنم تعود ملكيتها لأحد المواطنين، ذلك فضلا عن الأضرار المادية الأخرى. هذا وأفاد المصدر نفسه بأن قيادات عملية الكرامة عقدت اجتماعا موسعا لبحث إطلاق عملية دخول المدينة من جميع المحاور حسب قوله. قال مصدر من لجنة الأزمة بدرنا إن الوضع داخل المستشفيات في المدينة سيء للغاية، موضحا أن غرف العمليات شبه متوقفة عن العمل نتيجة النقص الحاد في المواد المخدرة.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أوضح لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات الكرامة منعت خروج 5 حالات حرجة لتلقي العلاج، لافتا إلى وجود نقص كبير في المعدات والمستلزمات الطبية داخل درنة. وأفاد المصدر نفسه بأن المدينة تشهد وضعا معيشيا صعبا في ظل نقص المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء والاتصالات بشكل متكرر. أقامت مدرسة الأوائل في مدينة درنة احتفالية بمناسبة انتهاء العام الدراسي، وذلك بمشاركة أولياء أمور الطلبة والمعلمين. واحتفلت المدرسة بالطلاب المتحصلين على المراتب الأولى بمختلف السنوات الدراسية، حيث وزعت عليهم شهائد التقدير والجوائز. هذا وقد تم تكريم الموظفين من العمالة الوافدة وعدد من المعلمين خلال الاحتفالية، كما تم عرض فقرات غنائية وفنية. تقوم مدرستنا بالعديد من المناشط والاحتفاليات على ممر على طول العام الدراسي على طول العام الدراسي. من ضمن هذه الاحتفالات او الاحتفاليات التي تقوم بها هو حفل نهاية العام الدراسي، والذي تقوم فيه بتكريم الطلبة الأوائل كما رأينا في هذه الاحتفالية على مستوى المدرسة. أشكر المعلمات التي أوصلنا لي إلى هذه المرحلة، ولكل من يريد أن ينجح فليثابر. إلى بنغازي الآن، حيث قال مصدر من شورى ثوار بنغازي إن جميع المحاور شهدت هدوءا حذرا يوم الأربعاء. وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات الشورى تمكنت من السيطرة على مصيف الياسمين الواقع بمنطقة جنفودة، وأن قواتهم ما تزال تحافظ على تمركزاتها بمحيط العمارات الصينية. وأفاد المصدر بوجود طيران استطلاع فوق سماء المدينة، لأنه لم ينفذ أي غارة جوية. نقلت وكالة بشرى الإخبارية مقطع فيديو يظهر جانبا من آثار الدمار الذي لحق بمساكن منطقة جنفودة، وذلك نتيجة قصف الطيران الأجنبي للمنطقة، إضافة إلى قصف الطيران الحربي التابع لعملية الكرامة. قرر وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي نقل تبعية الكتيبة 204 دبابات وارحبة الدروع الرابعة إلى وزارة الدفاع. كما نص القرار على أن تقوم الوحدات المذكورة بتأمين وحماية مكتب وزارة الدفاع بمدينة بنغازي وأي مهام أخرى تصدر عن وزير الدفاع. أعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في بيان مشترك عن قلقها من تصاعد التوتر في محيط ميناء الزويتين النفطي. ودعت هذه الدول الست جميع الأطراف إلى تجنب تدمير البنية التحتية، وطالبت بعودة جميع المنشآت النفطية والغازية تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني دون قيد أو شرط، حسب ما نقلته وزارة الخارجية الفرنسية. وشددت هذه الدول على ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني مع المؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف إنتاج الخام من أجل إعادة بناء الاقتصاد الليبي. وقال الكاتب والباحث العجمي صوفيا في برنامج العاشرة إن الشعب الليبي لن يصبر على استمرار وطول أمد إغلاق الموانئ والحقول النفطية لارتباطها باحتياجاتهم، وأشار إلى أن استخدام قوة السلاح في هذا الأمر لا يتفق مع مبدأ الديمقراطية التي يريدها الليبيون. لا يمكن لإنسان ديمقراطي في القرن 21 يفكر في حمل السلاح لكي يفرض رأيه على الآخرين. أي إن كان هذا الرأي، حتى لو كان رأيك صائبا يجب إقناع الآخرين به. لكن عندما إذا اشتريتم نفطا سوف نقصفه، من أنت حتى تقصفه؟ ولماذا تقصفه؟ وكيف تقصف ممتلكات الآخرين؟
من جهته اعتبر الخبير الجيوستراتيجي غازي معلا في وقت سابق أن المجتمع الدولي يريد إنهاء الصراع حول المسألة النفطية وأن تكون لحكومة الوفاق بقيادة سراج اليد العليا عبر مؤسسات الدولة على هذا المرفق الهام، لأن ليبيا من دونه ستعيش أزمات كبيرة على حد قوله، موضحا أن المجتمع الدولي يتجه حاليا نحو محاصرة كل المسائل العسكرية لا سيما في سرت. الإشكالية تقع على كاحل المجتمع الليبي وعلى الساسة الليبيين وعلى أطراف الصراع الليبي. لابد لهم هم أن يفكروا بأكثر سرعة وبأكثر جدية وبأكثر فاعلية. يعني المجتمع الدولي ما يهمه هو مصالحه الشخصية ومصالحه الذاتية وليس مصالح المجتمع الليبي بصفة عامة. لذلك أعتقد أنه مسألة الوقت مسألة مهمة بالنسبة للليبيين وغير مهمة بالنسبة للغرب والمجتمع الدولي. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. شاب ليبي يسجل رقما قياسيا جديدا في بطولة ليبيا للذاكرة بحفظه أكثر من 330 كلمة في أقل من 5 دقائق. البنيان المرصوص تسيطر على عدد من المناطق المهمة من بينها جامعة سرت ومجمع وجدوجو ومستشفى ابن سينا بسرت. الطيران التابع لعملية الكرامة يقصف منطقتي الفتايح وحجاج الساحل بدرنة، والوضع داخل المستشفيات بالمدينة يزداد سوءا. 6 دول غربية تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في محيط ميناء الزويتين النفطي وتدعو إلى تجنب تدمير البنية التحتية وعودة جميع المنشآت النفطية والغازية لسيطرة حكومة الوفاق. أهلا بكم من جديد. قال نائب رئيس لجنة رعاية موسم الحج للعام الحالي صبري الفرجاني إن اللجنة انتهت من غالبية الإجراءات المطلوبة للحجاج الليبيين وتقديمها لوزارة الحج السعودية والمؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية. وأضاف الفرجاني أن اللجنة تقدمت إلى السلطات السعودية بطلب زيادة عدد الحجاج إلا أنه لم يتم الرد على طلبهم حتى الآن. وأفاد نائب رئيس لجنة رعاية موسم الحج للعام الحالي بأن أول رحلة للحجاج الليبيين إلى الأراضي السعودية ستكون في نهاية الشهر الجاري. أنقذت قوات خفر السواحل الإيطالية 84 مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل الليبية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن خفر السواحل الإيطالي قوله إن المهاجرين حاولوا عبور البحر المتوسط من ليبيا على متن قارب صيد وأنهم واجهوا أوضاعا بحرية صعبة. هذا وأعلنت المفوضية العليا للاجئين أن قرابة 99,545 مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية عن طريق البحر منذ بداية العام الحالي، بينهم 3,177 شخصا في عداد المفقودين أو أنهم لقوا حتفهم خلال محاولتهم العبور من شمال إفريقيا إلى أوروبا. قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت ممثلين عن 7 سفارات إفريقية في ليبيا لزيارة مركز صلاح الدين لإيواء المهاجرين غير النظاميين في طرابلس، والذي يضم 350 مهاجرا من غرب إفريقيا. وأوضحت المنظمة أنها نسقت مع السلطات الليبية لتسهيل هذه الزيارة للاطلاع على ظروف إيواء المهاجرين وبحث إمكانية إطلاق سراحهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أغلب المهاجرين غير النظاميين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، مؤكدة أن هذه الزيارة هي جزء من مشروع المنظمة لمساعدة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل داخل ليبيا. سجل الشاب محمد بشيش رقما قياسيا جديدا وحصل على الترتيب الأول في بطولة ليبيا للذاكرة 2016 بطرابلس في دورتها الثانية بمجموع 3,677 نقطة.
وحطم بشيش الرقم القياسي القديم بحفظه أكثر من 330 كلمة في زمن قياسي يقدر بأقل من 5 دقائق. وقال مؤسس بطولة ليبيا للذاكرة عبد القادر الفاسي إن البطولة شهدت مشاركة 28 متسابقا اجتازوا 11 اختبارا من اختبارات التذكر، مضيفا أن ليبيا تحتل المرتبة 2 عربيا والثالثة عشرة عالميا في الذاكرة. تجولت قناة ليبيا لكل الأحرار داخل أزقة المدينة القديمة بدرنا، حيث المسجد العتيق والكنيسة والبياصة الحمراء وسوق الظلام. المزيد في سياق التقرير التالي. في هذه الشوارع البديعة بالمدينة القديمة في درنا ازدهرت ثقافة وطنية رائدة. هنا حيث تتصل هذه الشوارع ببعضها وبكل معالم المدينة القديمة عبر أزقتها الضيقة. هنا ملتقى الشعراء والكتاب والفنانين وهواة لعب الشطرنج والورق. تتوزع داخلها مقاهي شاي بشوشة بعوادين القرفة وقهوة الهرش وسحلب بوجلدين. سوق الظلام هو براح تجاري وحرفي ويمثل مركزا حضاريا ومعلما أصيلا، يباع فيه الذهب والفضة والملابس التقليدية والعطارة، فضلا عن مواد الاستهلاك الأساسية من سكر وشاي وزيت. الكنيسية ومعبد اليهود والمسجد العتيق مجتمعة هنا في مشهد يرسخ لروح التعايش التي شهدتها مدينة درنا في تلك الفترة، فالمسافة بين المسجد والكنيسية والمعبد لا تتعدى 4 أمتار. المسجد العتيق يعد من أكبر المساجد ويعرف باسم مسجد البلاد أو المسجد الكبير. الكنيسية أصبحت مقراً لبيت درنا الثقافي، والمعبد اليهودي تحول إلى زاوية صوفية. هذه المناظر مجتمعة لا تراها إلا في درنا مدينة العراقة والياسمين. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. البنيان المرصوص تسيطر على عدد من المناطق المهمة من بينها جامعة سرت ومجمع واجادوغو ومستشفى ابن سينا بسرت. الطيران التابع لعملية الكرامة يقصف منطقتي الفتايح وحجاج الساحل بدرنا، والوضع داخل المستشفيات بالمدينة يزداد سوءا. ست دول غربية تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في محيط ميناء الزويتين النفطي وتدعو إلى تجنب تدمير البنية التحتية وعودة جميع المنشآت النفطية والغازية لسيطرة حكومة الوفاق. دمتم في أمان الله.